بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ توفيق مدار، مسؤول شعبة الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشاذلي من جديد الطرف. بداية نرحب بالطلبة الجدد دفعة 2020-2021 في هذا السنة الجامعية الجديدة، وهذه فرصة لكي نعرف بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشاذلي من جديد الطرف. هذه الكلية التي تحتوي على قسم وحيد أنشئت سنة 2012 لما تم ترقية جامعة الشاذلي من جديد من مركز جامعي إلى جامعة. من بين هذه الترقيات أنها استحدثت فيها ما يسمى بكلية الحقوق والعلوم السياسية في هذه الجامعة، اللي حتى الآن فيها حوالي 6 دفعات سابقة تخرجت على هذه الكلية. الكلية أيضا لها السيدة العميدة التي نوجه لها التحية، عميدة الكلية، وعنها نواب مكلف بالبيداغوجي ونائب مكلف بالبحث العلمي ومسؤول ميدان ومسؤول شعبة ومسؤولي تخصصات. هذا من جانب الشكلي. تحتوي على 5 قاعات تدريس تتسع كل قاعة في الأحوال العادية إلى 40 طالب والأحوال الاستثنائية إلى 20 طالبا، وتحتوي أيضا على مدرج طاقة استيعابه 200 طالبا في الأحوال العادية و100 طالب في الأحوال الاستثنائية. أيضا بالنسبة للجانب البشري للكلية، لها حوالي في الجانب التأطير البيداغوجي 34 أستاذا موزعين ما بين أستاذ محاضر ألف وأستاذ محاضر باء وأستاذ الأساتذة المساعدين قسم ألف من مختلف التخصصات سواء في القانون العام أو في القانون الخاص. هذه الاحتياجات هي التي جعلت خاصة التوظيف في كل سنة الحمد لله في كلية الحقوق، ما عدا في الظروف الاستثنائية فقط عادة ما يتم التكوين القاعدي اللي هو جدع مشترك في ميدان الحقوق والعلوم السياسية حول المواد الأساسية التي والمواد الثانوية، يقسم إلى وحدات أساسية وحدات استكشافية وعرضية ومنهجية. هذا كنمط لتدريس من السنة الأولى إلى السنة الثالثة، يبقى بنفس هذا النمط للوحدات. عادة ما نستقبل الطلبة الجدد بعد شهر من التدريس بحصة إعلامية للتعريف بنظام الألندي يقوم به مسؤول الميداد ومسؤول الشعبة ومسؤولي التخصصات، ثم حصة توجيهية في السنة الثانية حول اختيار التخصصات، ثم بعد ذلك نقوم بعملية توجيه إلى التخصصين، هذه نركز عليها، تخصصين في السنة الثالثة قانون عام وقانون خاص وفق معايير محددة تحددها القوانين البيداغوجية عموما. ثم بعد ذلك نذهب إلى مرحلة الدراسات الماستر، والحمد لله أنه الكلية كنا في السابق كان ماستر واحد عرض تكوين ماستر قانون أعمال فقط، ثم بعد ذلك منذ سنة تحديدا الحمد لله أنه تم الحصول على عرض تكوين خاص بقانون أعمال. يعني الطالب الذي يدرس عندنا من السنة الأولى للسنة الثانية يدرس جدع مشترك ثم يتخصص في السنة الثالثة حسب نقاطه، ثم بعد ذلك يكمل دراساته في الماستر. هذا من جانب البيداغوجي. أما من جانب آفاق الطالب الجامعي في كلية الحقوق، نحن نعرف بأن ميدان الحقوق من الميادين القليلة جدا الذي لا نجده في له فرصة كبيرة في مختلف الإدارات. تطلب هذا التخصص، الاحتياجات الإدارية تطلب تخصص الحقوق، هذا بالنسبة للشق الإداري. أما المهن الحرة أحيانا حسب أيضا احتياجات الدولة للمحضرين القضائيين، تمكن طالب الحقوق من ليسانس فقط تمكنه من أن يدخل إلى عالم القضاء، عالم الموثق وعالم المحضر القضائي، وعون من أعوان الدولة كمحافظ حسابات، هذه كلها آفاق مستقبلية لطالب الحقوق. تكفي فقط أن يتحصل على ليسانس سواء عام ولا خاص، حتى في الإدارات لا تميز بين العام والخاص، أن يكون متحصلا على شهادة الحقوق في شهادة ليسانس في الحقوق.